نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الركيبة التابعة لمركز كفر البطيخ، وتستمر لمدة يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. كل الخدمات بتتقدم في القافله بشكل مجاني، كل العيادات اللي موجوده معانا فيها اطباء اخصائيين واستشاريين. القافله النهارده فيها 12 عياده تخصصيه بالاضافه الى معمل متكامل وصيدليه متكامله، الصيدليه تم امدادها بكل الادويه اللي بتغطي التخصصات الطبيه اللي موجوده في القافله. ميزه القوافل كمان ان هي مش بتقتصر على الخدمه الطبيه المقدمه في القافله بس، لا كمان بنقدر نحول المرضى الى مستشفيات الاحاله، المرضى اللي محتاجين مثلا عمليه جراحيه او اجراء تداخلي معين بنحولهم للمستشفيات التابعه لوزاره الصحه. عندنا المعمل اللي فيه اكثر من 40 تحليل، عندنا الاشعه العاديه والاشعه بالسونار، الفحوصات دي بنوفرها عشان ندعم قرار الطبيب تجاه المريض، سواء كان ان هو هيكتب له العلاج والموجود في الصيدليه اللي بتوفر فيها الادويه اللي بتغطي كل التخصصات المتاحه، او ان هو يعمل له قرار احاله لاقرب مستشفى مركزي، وده طبعا بنتابعه بعد انتهاء القافله سواء كان عن طريق استصدار قرارنا في الدولة أو عملية جراحية المواطن يعملها. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على المبادرة الجميلة اللي عملها لنا دي، مبادرة يعني بتحس بالمواطن اللي ما بقاش قادر ان هو يمكن يجيب علاج او يكشف، ان الكشف غالي وطبعا العلاج بيبقى غالي جدا، في ناس بتقدرش تكشف وبتضطر ان هي تستحمل وجع او كده، بس المبادرات دي بتبقى يعني بتساعد على ان هو يكشف بالمجان، وموجود متوفر جميع الادويه، متوفر جميع انواع الدكاتره،